اذا خلينا نطلع على 3 فيز ايكوفالنت، هلا 3 فيز ايكوفالنت لما بدي اعمله بدي اخذ هدول بنسميهم هاي ارينجمنت بنسميها باك تو باك او انتي بارالل. يعني الاس سي ار الانود محطوط على الكاثود والكاثود محطوط على الانود، فراح يكون عندي 6 من هدول. ناخذ مثلا اول بير، هي تذكروا انا شو طلعت من هون كمان؟ الكاثود والجيت. طلعنا الجيت والكاثود لانه هم بالنسبه لهم رح تكون كنترول سيركت. لما ناخذ الانترفيسنج رح تشوفوا الانترفيسنج نحكي اكثر شوي عن الدائره المطلوب هون. هي اول فيز وهذا رح يكون مثلا ار. الثاني رح ناخذ كمان تنين. هلا ما بنسميه ترايك، هو بيشبه ترايك، بيشبه ترايك لحد ما، بس هون لاحظ شو الاختلاف بينه وبين ترايك. الاختلاف الاساسي في عندي تو جيتس او تو كنترولز، بدي اتحكم في الاثنين سيبريتلي، انا بتحكم في واحد. عاده الترايك محدود في الباور هاندنج كابابيلتي تبعته، فصعب تلاقي تشتري ترايك بالحجم كبير. يعني قليل جدا تستعمل ترايك يتحكم في المحرك الا اذا كان حجمه صغير. المحركات الكبيره كلها بنستخدمها اس سي ارز، بنستخدم 6 اس سي ارز، مرات بنستخدم 10 في حاله البريكنج. رح نحكي عن البريكنج، لما نيجي نحكي عن البريكنج في بريكنج مثل اسمه البلاجنج. اذا هي عندنا هدول وهي الثالث اللي هو فيز تي وهذا اس. هلا المحرك هون رح ندخل على الثري تيرمينالز تبعون الثري فيز موتور، سكوريكيش اندكشن موتور مثلا او، وهي النقطه ان افيلبل، مش افيلبل ولا كان تحول هو ل 6 ل 3 سنجل فيز، بس احنا عاده ما بنوصل هاي النقطه. فصفى هي التيرمينال تبع المحرك وهذه اسمها يو في دبليو اكس واي زد. وش يعني ايش هو؟ ايش يعني؟ ايش يعني النقطه؟ هاي النقطه اللي هون، هاي هاي ستار بوينت اللي موجوده في داخل المحرك، مش طالعه ما مطلعين لها برا. يعني ما طلع لك اياها برا، لو هو بدخل لو دخلت جوا، لو طلعت على الجنكشن بوكس ما راح تلاقيها. بعض محركات بطلع لك اياها، بعض محركات رح يطلع لك 6 تيرمينالز. يعني في بعض محركات بتفتح الجنكشن بوكس بتلاقي في داخله يو وفي ودبليو واكس واي زد، وانت بامكانك توصلها ستار او توصلها دلتا، وبامكانك توصلها بالطريقه اللي بدك اياها. بس في كثير من المحركات ما بتطلع لك الثري تيرمز منهم، هذول التيرمز بخبيهم جوا وبشبكهم كلهم في بعض في نقطه واحده، هم مشبوكه في الداخل. اذا هي عندي هلا هون صاروا السته هذول ار، وهذا رح اسميه ار، هذا رح اسميه ار داش، هذا رح اسميه اس، هذا رح اسميه اس داش، هذا رح اسميه تي وتي داش. حتى يصير في عندي كوندكشن على الاقل تنين من هذول لازم يكونوا كوندكتين، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. يعني حتى يصير في عندي كوندكشن يمر كرنت من هون لازم على الاقل يكون ار شغال مع اس بار او تي بار او التنين، او يكون اس شغال مع ار بار وتي بار، او ار او اس وتي شغالين مع ار بار. لازم يكون على الاقل على الاقل في 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف حتى يشتغلوا. هلا رح نشوف الحالات المختلفه اللي ممكن يكونوا شغالين فيها. هلا بس في شغله مهمه لازم نتذكرها هون عندي، اذا كان شغال بس ار واس وتي طافي، يعني لو كان شغال ار بوزيتيف واس نيجاتيف من هون رح يكون في شيء فولتج على دبليو، مظبوط؟ رح يكون بس في عندي فولتج على يو في. بالحاله هاي ايش رح ندخل على التيرمينالز يو في؟ ار ماينس اس. لو فرضنا هلا هذول حتى نبسط الامور، لو فرضنا هذول انهم هلا ريزيستيف، بس حتى اقدر احكي شوي عن الويف فورمز. هاي خليني افترض انه هاي المقاومه ار سمول ار سمول ار سمول. خلينا نطلع على الفولتج يو في شو بيساوي. هلا في عندي كومبينيشنز كثيره طبعا، هلا ممكن يكونوا الثلاثه كلهم شغالين كسويتشز، لو فكرت فيهم كسويتشز ورح نفكر فيهم بالطريقه هاي. هذا رح اسميه ار كباي دايركشنال سويتش وهي مقاومه، هذا هون رح اسميه اس وهذا رح اسميه تي. هلا لو كان مسكر ار واس وتي قديش رح يكون الفولتج بين هاي النقطه وهاي النقطه؟ فاهمين الكل فاهم شو السؤال؟ لو كان مسكر ار مسكر اس مسكر تي، ايش الفولتج اللي راح اشوفه بين التو تيرمينالز هذول؟ لاين فولتج. لاين فولتج مش هيك؟ اللي هو يعني بين هون هون راح اشوف اللاين فولتج، وهون هون ايش راح اشوف؟ الفيز فولتج. فراح يصير عندي في، خلينا نسمي هاي النقطة من هون لهون راح اسميها في ار. في ار لما يكونوا اول
بتساوي في ايش نسميها؟ في تيرمينال في تيرمينال خليها اسميها في فيز ها اوكي راح تساوي في فيز ماشي واضح شو المقصود هون؟ اذا ثلاث السويتشات مسكرين وانا حاطط 3 فيزز هون انا حاطط على اي حال هون فيز وهون فيز وهون فيز لما يكونوا الثلاث السويتشات مسكرين كاني حاطط 3 فيزز هون فهون راح يبين اللاين فولتج وهون راح يبين الفيز فولتج ما فيها طبعا واذا الثلاثه كلهم فاتحين يعني في ار اول اوبن قديش راح يكون عندي؟ زيرو ماشي ما فيش فيها مشكله لو فاتح حاله وهذا وهذا فاتح طيب لو في ار one closed بس واحد من الثلاث switches closed لو كان عندي هذا مسكر بس او هذا مسكر او هذا مسكر ايش راح يبين عندي هون في انتبهوا على السؤال سؤال مهم لو انا عندي يعني لو انت عندك لو جبت لك انا بطاريه مش هيكون نفس البي 9 دايم تابعوا معي هذا المثال ما عندنا نيوترون في نيوترون فيش هاي بس انا بدي اجيب لكم مثال تشوفوا هاي سويتش واحد وسويتش اثنين هذا لود وهذا فولتج اوكي هلا لو سويتشين مسكرين قديش الفولتج على ار؟ في سورس في سويتش لو سويتش واحد مسكر وسويتش والثاني فاتح قديش الفولتج على ار؟ زيرو هل اللي فعله لو في سويتش مسكر لازم السويتش الثاني يكون مسكر مش هيك؟ فاذا سكر بس ار قديش الفولتج اللي جاي عندي هون؟ زيرو شو عندنا نيوترال احنا؟ لا لا احنا مش واصلين نيوترال لا 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 ما في احنا قلنا هون هذا ما في شيء واصله لو واصله شو بتتحول هاي الدائره؟ لو انا اجيت شبكت نيوترال هون وشبكت 3 فيزز هون بتتحول هاي لثلاث دوائر سنجل فيز مضبوط بس هذا الاناليزي بصير سهل برجع على السنجل فيز سيركل بس احنا عندنا هون 3 فيز سيركل وهي النقطه وعادة معظم الشركات ايش بفضلوا يعملوا؟ شركة الكهرباء عادة اذا عندك 3 فيز سيستم ما بتعطيك نيوترون، بتفضل عادة ما تعطيك نيوترون، بتعطيك 3 فيز وارث، او تعطيك 3 فيز وانت بتدبر الارث، ما بعطوك نيوترون، ماشي واضح؟ عادة ليش بحب الشركة الكهرباء تعطيك نيوترون؟ ما بده يحمل النيوترون، ما بده يحمل النيوترون الكرنت، بده يكون اللود بالانسد. كمان كوست تصير نفسه. تمام تكلفة كوست. إذا في سويتش واحد مسكر راح يكون الأوتبوت عندي هون الفولتج هون زيرو. امتى ممكن يكون في فولتج على ار لما ايش يسكر عندي؟ اثنين يا بسكروا الثلاثه ايش بيصير عندي؟ في فيز لكن ممكن يسكر ار واس او ممكن يسكر ار وتي مظبوط؟ طلع هلا هذول الحالتين في لاين اثنين مسكرين وخلينا نفترض انهم ار واس يعني مسكر هذا السويتش ومسكر هذا السويتش اوكي؟ ايش راح يصير في عندي هون؟ اذا مسكر ار واس في لاين في لاين مش هيك؟ وكيف راح يتوزع هذول المقاومتين؟ انه بلا نصف نص نص فشوف تطلع على الحاله هاي هلا هون اذا عندي جاي في ار ماينس اس جاي بين هون وبين هون قديش راح هذه مقاومه وهي مقاومه مش هيك؟ هذول المقاومتين متساويات قيمهم قديش راح يصير الفولتج من هون لهون؟ في ار ماينس اس على مش في فيز اذا هون راح يكون عندي في ار ماينس اس على 2 طيب وفي ار ايش راح يكون لما يكون ار وتي كلوزد؟ نفس الشيء لما بسكر ار وتي واس فاتح ايش راح يصير في عندي بين النقطة هاي والنقطة هاي؟ في ار ماينس تي على 2 ليش على 2؟ اذا راح يصير عندي هون في ار ماينس تي على 2 هذول هم الخمس حالات الممكنة الكل فاهم شو الحالات هذول؟ ليش هذا احنا ما بنبلشش فيه لما يكون عندي 3 فيز كلهم شابكين ومسكرة السويتشز هذول؟ لو انا جيت على 3 فيز لود وحطيت عليه 3 فيز فولتجز وكانوا الثلاث السويتشات كلهم مسكرين واضح انه بين هون هون ايش راح يكون عندي؟ لاين فولتج وبين هون هون ايش راح يكون؟ فيز فولتج احنا المشكله هون صارت عندي انه في حالات معينه حسب الفايرنج انجل راح احطها الان هون راح يكون في حالات معينه الثلاثه مسكرين في حالات معينه الثلاثه فاتحين في حالات معينه اثنين من الثلاثه فاتحين وفي حالات معينه واحد من الثلاثه فاتحين او مسكر إذا كان عندي كلهم فاتحين الفولتج زيرو مش هيك واضح ما في مشكلة. إذا واحد منهم بس مسكر مش راح يوصل لي فولتج في أي مكان لأنه لازم يسكر سويتش ثاني إذا راح يكون زيرو. إذا الثلاثة كلهم مسكرين راح يرجع عادي عندي كأني حاطط 3 فيز على 3 فيز لود مظبوط؟ فراح يصير عندي هون الفيز فولتج وهون اللاين فولتج. المشكلة هلا بتصير عندي لما يكون اثنين مسكرين.
هلا اذا كان ار واس مسكرين، هذا مسكر من هون وهذا مسكر وهذا فاتح، اذا هذه كانها مش موجوده بالدائره مزبوط. فصار عندي الفولتج بين هون وهون ايش؟ في ار ماينس اس على 2. واذا كان هذا مسكر وهذا مسكر وهذا اوف، راح يصير عندي هون الفولتج في ار ماينس تي على 2. طب لو كان الفي ار لما اس وتي مسكرين، يعني كان مسكر اس ومسكر تي وار فاتح، قديش راح يصير الفولتج على ار؟ زيرو. ماشي واضحه هاي؟ فاهمينها الكل؟ هلا راح نشوف الحالات ايش بيصيروا هاي الاشياء المختلفه اللي موجوده هون.